تعالوا بقى نكلم نادية. وواضح ان النهاردة اسم نادية له نصيب حلو معانا في الحلقة. كل البطولات كله نادية استثنائيات. نشوف بقى كم البطولات في رفع الأثقال اللي نادية حققتها ورفعت بيها اسم مصر دوليا. نرحب ببطلتنا كابتن نادية فكري. يا كابتن صباح الفل عليك. صباح الخير استاذة منى. صباح الخير. صباح الفل عليك يا كابتن نادية. قولي لي بقى، احنا علشان نوصل لبطولات كبيرة في رفع الأثقال دي رياضة احنا بنبقى دايما عارفين انها بتاعت الولاد وصعبة وتقيلة وبتوجع وحاجة يعني مجهود كبير جدا، ليه رفع الأثقال وازاي نوصل للبطولة؟ ليه رفع أثقال؟ لان هي لعبة مميزة زي ما حضرتك قلت كده، ان هي لعبة صعبة واحنا بنحب الحاجة الصعبة. احنا الستات مش بيعرفوا يعملوا حاجة سهلة. الله عليك الله عليك. الواحد وصل ازاي؟ والله موجود ناس كتير قوي، اولهم امي الله يرحمها. دور الام كبير جدا في اي اسره. هي اللي بتكتشف مواهب الطفل الموجود فيها، هي اللي بتقدر ان هي تساعده، هي اللي بتقدر تقف جنبه. انا كنت حاله خاصه جدا في وسط اخواتي، كانت امي بتعاملني دايما ان انا زي اخواتي، بس كانت بتوليني اهتمام كبير. كانت دايما بتخليني عندي ثقه بنفسي اقدر اعمل اي حاجه. كانت دايما بتساعدني حتى لما اجي اقع، كانت دايما تقول لي لا قومي اعتمد على نفسك. كنت بزعل وانا صغيره، بس لما كبرت فهمت يعني ايه قومي اعتمد على نفسك. جميل. بطله خلفت بطل. بصراحه صحيح، بطله بنت بطله. الله يرحمها. انا عايز بقى اسالك دلوقتي، ناس كتير ما يعرفوش البطله ناديه فكري، فقولي لنا كده ايه الانجازات اللي حققتيها، اهم الميداليات، اهم الانجازات على المستوى المحلي هنا في مصر والعالمي في رفع الاثقال، عرفينا بيكي اكتر. انا برفع اثقال من سنه 97، شاركت في 4 دولات برلمبيه، عندي 3 ميداليات برلمبيه، عندي 4 ميداليات عالم. ما شاء الله. شاركت في العديد من البطولات الافريقيه وعندي منها ميداليات كتير، بطولات عالم. الحمد لله عندي تاريخ حافل من الميداليات والانجازات، والحمد لله ان انا شرفت بتشريق بان انا اشرف مصر في محافل كتيره دوليه. الحمد لله رفعت علم مصر وسمعت النشيد الوطني عديد من المرات، وانا دلوقتي الحمد لله متاهله لباريس ومستنيه ان شاء الله اشرف مصر في باريس وارفع علم مصر. دعواتكم بقى. ما شاء الله، يا رب ربنا معاك يا رب كده، ودايما ترفعي اسم مصر في كل المحافل الرياضيه الدوليه بجد. اللهم امين يا رب. اللهم امين. طيب علشان نلعب يعني رفع اثقال ونبقى عندنا بطولات وعندنا ميداليات ونقدر نوصل للحاجات دي، بنبقى عيننا كده على حد بنقول احنا عايزين نبقى زيه. في بطله ولا في بطل في رفع الاثقال انت قلتي هو ده الطريق اللي انا عايزه امشي ورا طريقه علشان اوصل لزيه وكمان اقدر اوصل لنفس السكور ويمكن اعلى كمان؟ لا لا، احنا رفع اثقال كنت انا من الجيل، بدايه الجيل الاول. تمام. فما فيش حاجه اسمها ان انا اوصل زي فلان. لو انا مش حاطه ناديه هدف ان ناديه توصل، مش هعرف اعمل حاجه. مفيش حد يبقى زي حد. صحيح صح. يعني انت دايما بتنافسي نفسك، بتنافسي نفسك بالزبط. والتحدي بتتحدي ازاي كل مره تكسري الرقم اكتر وكل مره ترفعي احمال واثقال اكتر. دي هي المنافسه الحقيقيه ان الواحد بينافس نفسه دايما. احنا قدامنا وقت كده وفي بارالمبياد باريس، ودي مهمه جدا، ودايما زي ما عودتينا كده ناديه عينك على البطولات العالميه. استعديت ازاي بتحضري لبطوله مهمه زي بارالمبياد باريس؟ احنا شاركنا في بطوله عالم اللي فاتت، حققت فيها فضيه، وشاركنا في كاس عالم كان في مصر الحمد لله حققت فيه ذهبيه، وعندنا بطوله عالم في شرم الشيخ، وبعد كده عندنا بطوله ثانيه في المكسيك ان شاء الله شهر 5. يبقى كده كملنا شويه التاهل بتاعتنا. وان شاء الله الاولمبياد هتبقى في شهر 8 باذن الله. طب يومك عامل ازاي؟ يعني لو عايزين نقول كده يوم في حياه البطله ناديه فكري، بتبتدي يومك ازاي؟ بتقسمي وقت التدريب ازاي من اول اليوم لنهايته؟ ببتدي يومي في صلاه الفجر الحمد لله. جميل. بعد كده بنفطر الصبح، بعدين بننزل التدريب.
لا لا ثانية واحدة، ايه ده عدت كده؟ بنفطر الصبح ايه؟ البطل رفع الاثقال ده له نظام غذائي وبيبقى له حاجة يعني ما تعديهاش كده مرور الكرام علينا. قولي لنا نظامك الغذائي، طريقتك، قلت لنا بداية اليوم بالصلاة وبعدين الفطار بدري، يعني معناها ان التدريب عندك بدري. بالظبط. احكي لنا بقى بقية اليوم وتفاصيل التفاصيل، انا معاكي اهو هسمعك. الفطار بتاعنا لازم يبقى فيه عناصر غذائيه متعدده، لازم يبقى فيه بروتين، لازم يبقى فيه كربوهيدرات، لازم يبقى فيه خضار. فبحاول ان انا اعمل سندوتش يبقى فيه الميكس ده كله عشان معدتي برده ما تبقاش تقيله عليا. تمام. بعد كده بننزل التدريب بتاعنا. التدريب بتاعنا ساعه ونص يومي. يوم، كل يوم الصبح، وبعد كده في تمرين تاني بعد الظهر. نتمرن من الصبح، نخلص التدريب، بعد كده بطلع اخد الشاور بتاعي واعمل الريكفري، بحط تلج في اماكن كتير متعدده عشان خاطر ان اعمل ريكفري ويبقى يعني العضلات بتاعتي استشفائها تاني. جميل. ريح شويه، بعد كده ننزل الغداء. نتغدى، برضو الغداء لازم يكون فيه عناصر بروتين، لازم يكون فيه لحمه او فراخ، وفي رز، في بطاطس، في خضار، في سلطه كتير. لازم، اهم حاجه ان البطل ده لازم يشرب ميه كتير جدا طبعا. بعدين بنطلع نريح ساعه او نفرد بس على السرير، لازم الجسم يروح شويه يعمل ريكفري، شرط ان انا انام. بعدين بننزل التمرين اللي بعد الظهر، دي بتبقى في الجيم برضه ساعه ونص. بيبقى فيها بقى كل التمرينات المساعده اللي بتاعت كل العضلات المساعده عشان خاطر انها تخدم على البنج اللي احنا بنلعبه الصبح. هايل، ثلاث تمرينات في اليوم بمدد متفاوته علشان نقدر نوصل للبطوله اللي جايه في البارالمبيات الخاصه بباريس. كابتن ناديه فكري بطله مصر في رفع الاثقال لذوي الهمم، سعداء بوجودك معانا، بنتمنى لك التوفيق، هنشجعك من قلوبنا ومستنيين ان شاء الله حاجه تفرحنا بيكي. شكرا جزيلا ليك.